السلام عليكم، حياكم الله جميعا الى هذه الحلقه الجديده. كنا بدينا سلسله استشارات يعني اسرار العنايه بالبشره والشعر والمكملات وافضل منتجات موجوده في الصيدليه. كانكم زرتم الصيدليه وتطلبوا مني اساعدكم باختيار منتجات العنايه بالشعر. في اليوم راح اعطيكم نبذه عن الشامبوهات، سواء شامبو طبي كيف تختارون حسب الهدف، لتساقط الشعر، لعلاج القشره او الشعر التالف والدامج، او حتى الشامبوهات التجاريه كيف نختار النوع الجيدة منها، وبعض النصائح كيف نستخدم الشامبو بطريقة صحيحة. كل هذا إن شاء الله راح يكون خلال هذا الفيديو. يا ريت بس تدعمونا في البداية بلايك، تشتركوا بالقناة إذا كنتم جدد، شيروا الفيديو مع أصدقائكم. نقول بسم الله، هيا نبدأ. بداية خلونا أعطيكم بعض النصائح لاختيار منتجات العناية بالشعر اللي تناسبكم. رقم واحد، حسب نوع الشعر، يعني في أنواع خاصة بالشعر العادي، الشعر الجاف. بعض الناس يعانون من شعر دهني يحتاج شامبو معين، او حتى الناس اللي يعانون من شعر كلي او شعر مجعد، او حتى بعض النساء اللي تستخدم صبغات، او حتى الرجال كبار السن يستخدموا الصبغات فيحتاج شامبو معين. فحسب نوع الشعر، هل هو شعر عادي الى شعر جاف او شعر دهني او مسبوق، تاخذون المنتجات اللي تناسبكم جدا. الشيء الثاني، اساسيات العنايه بالشعر، شامبو، بلسم، زيوت خاصة بالنساء، أو حتى كريمات لتصفيف الشعر خاصة بالرجال. وإذا جينا نختار منتجات العناية، نحاول بقدر الاستطاعة نتجنب الشامبوهات اللي فيها مواد يعني تسبب تلف أو جفاف للشعر. ما أحب أسميها مواد ضارة جدا، لأن البعض أول ما تقول ضارة يظن تسبب سرطان، هي ما تسبب سرطان. على فكرة أنا قد نزلت فيديو وقلت ممكن تستخدموا هذه المنتجات الشركات العالمية للشامبو، صحيح تحتوي على السلفات، لكن بالنسبة يعني لو استخدمناها مرتين في الأسبوع بشكل معتدل راح نستفيد منها، لأن سعر رخيص والمادة الفعالة هذه معروفة جدا، هي المادة اللي تعمل رغوة وتنظف الشعر. وقبل هذا وذاك لازم نعرف أن الشامبو وظيفته هو تنظيف فروة الرأس من الزيوت والأوساخ والأتربة، حتى الكريمات اللي نستخدمها يعمل كمنظف. بعضهم يظنه كعلاج، ليس علاج وإنما منظف. اولا راح نبدا مع الشامبوهات الطبيه. هذه بالعاده ياخذوها الناس اللي يعانوا من سقط في الشعر او شعر تالف، او حتى يعانوا من قشره كمعالجه للشعر. نبدا مع هذه الشركه اللي اسمها كريستاز باريس، هو كانت موجوده اونلاين، الحين صارت ما شاء الله متوفره في بعض الصيدليات، اعتبر نمبر 1 او التوب عالميا عنايه بالشعر، في منها منتجات عاديه جدا مناسبه لاصحاب الشعر. مثلا هذا النوع مشهور كافضل شامبو لجميع انواع الشعر، اسمه الاكزير من كريستاز، او برضه للشعر يعني ترطيب الشعر هذا النوع ديسبلي من الشامبوهات الجيده، وهنا اسعارها تقريبا 149. في للشعر التالف، في منها بخاخ كمصففات حراريه تمنع تلف الشعر، او على شكل سيرم للشعر المتساقط او يغذي الشعر، وفي على شكل ماسك، وفي ايضا برضه شامبو للقشره كريستاز هذا السيلفر بالسلسليك اسيد. هذه انواع جيده مناسبه للاشخاص الذين ظروف ماديه جيده، يعني بغض النظر عن السعر يحتاجوا افضل منتجات هنا موجوده، او يعانوا من مشكله ويحبوا يعالجونها فيدفعوا في منتج يستاهل. من الشامبوهات الطبيه فيشي ديركس، في منه الاحمر للشعر المتساقط يحتوي على امينوكسيل لماده نفس المينوكسيديل والنيسيلامايد، او هذا الاخضر للانتيدندرف للشعر اللي يعانون من قشره تبع سلسلك اسيد وسيلينيوم، او حتى للشعر الدهني. فهذا البراند جيد وعليه فيدباك ممتاز. ما ذكرنا في براندات عديده طبيه، وكل يوم ينزل منتج جديد. مثلا هذه شركه بيتال فريش برضه منتجاتهم لا باس. فيشي كان سعره حول 80، هذا سعره حول 48. او افلون شركه امريكيه معروفه، فكل يوم نشوف. او شركه مثلا كانتو لاصحاب الشعر الجاف ويحتاجون شامبو مرطب للشعر، دائما ننصحهم بهذا البراند. وفي براندات يعني منتجات عضويه مثل كافي ميمي، واسعارها برضه في متناول الجميع. زي ما ذكرت في البدايه ان الشامبوهات كل يوم ينزل منتج جديد، زي هذا المنتج تو اليوم شايفه بالثوم الاسود. فاذا دخل الشخص الصيدليه ممكن يتوه، فلازم نحدد الهدف قبل كل شيء. احنا نحتاج شامبو مثلا لعلاج القشره طوالي، نجي ناخذ شامبو نزرال والسلام عليكم، نسخن مرتين في الاسبوع طريقه صحيحه وبس، او حتى بديل عنه. نحتاج شامبو مثلا في عندك في الشعر حكه في فروه الراس ترافيكس، هذا يقضي على الحكة نهائيا. طيب احتاج مثلا شامبو يرطب للشعر وفي مادة بنثينول فوركابيل، طيب زي كذا تسأل الصيدلي عن ما يناسبك وهو راح يدله. احتاج شامبو فيه زيت اكليل الجبل، هذا جرومي من الاشياء المعروفة جدا. ننتقل الان الى الشامبوهات التجارية، براندات معروفة مثل لوريال، غارنيا، دوف، تريزمي،
سانسلك، هيد اند شولدر، بانتين، هذه كلها براندات الناس جربتها وفي متناول الجميع، سعرها حول 10 20 بالكثير حسب الابوه. يعني تمتاز ان براندات معروفه الناس جربتها، صحيح فيها ماده السلفات، فيها نسبه يعني لا باس بها، لكن نقول نستخدمها باعتدال بحيث مرتين في الاسبوع ان شاء الله ما في ضرر. اذا استخدم بشكل يومي الضرر هو انه راح يسبب جفاف للشعر، هذا يعني باختصار. فراح اعطيكم امثله، مثلا للشعر كل براند مشهور عنده منتجات معينه. لو بدينا مثلا للشعر العادي الى للترطيب نستخدم بالعاده دوف. دوف هذه من الشركات اللي تستخدم ترطيب الشعر، هي وبانتين دي مكتوب انسيابي وحرير، هذه بالعاده للشعر العادي الى الشعر الجاف. طيب شعر الدهني او في قشره، هيد اند شولدر هذا متميزين، حتى عندهم منتجات هذا النوع للشعر الدهني يحتوي على بروكتو الامين يعني مضاد للقشره، هو هيد اند شولدر الشباب يحبونها، ريحتها مناسبه، شعر مصبوغ تريزمي قليله السلفات، مناسبه جدا. او حتى لوريان هذا الاحمر خاص بالشعر المصبوغ، سواء النساء اللي تصبغ شعر حتى كبار السن اللي يغطون الشيب. وعلى فكره في منتجات ترند، يعني كل يوم نشوف منتج من ضمنها ميلي، هذا يحتوي على زيت اكليل الجبل والبايوتين والنعناع، مشهور كشامبو، اشوف هذه الفتره يطلبوه بكثره ويستخدموه العنايه بالشعر من الاشياء الجيده. ممكن نستخدمها اذا في عليها فيدباك جيد، او في شركه مثلا شيء ميوتشر عندهم منتجات ما شاء الله تخلص بسرعه، من المنتجات اللي انصح بها في عندهم على شكل شامبو او بلسم زي كذا هيدريتنج، هذا مرطب رهيب جدا، بس هذا النوع لترطيب الجسم في نفسه بس على شكل شامبو للاسف مخلص. وفي براندات اخرى يعني تحتوي على مواد مثل الكيراتين او البروتين للشعر المجعد او الشعر المعالج، او حتى الناس اللي يعني يحبوا يحافظوا على الكيراتين يستخدموا شامبوهات مرطبه للشعر بحيث انه كيراتين او بروتين للشعر، يعني حسب الشعر احنا قلنا وحسب الهدف تاخذون الشامبو المناسب لكم. ايضا في براندات معروفه مثل جودا عندهم شامبو وبلسم، وحتى هنا شوف جرومي منتجاتهم برضو يمدحونها في على شكل شامبو وبلسم حسب نوع الشعر، شعر دهني جاف وهكذا. طريقة استخدام الشامبو بطريقة صحيحة، اولا نبلل الشعر ونستخدم كمية نفردها على فروة الرأس لانه يزيل الدهون والاوساخ والاتربة تكون في الفروة وليس على الشعر نفسه، لان الشعر نفسه ممكن يسبب لها جفاف، لذلك نستخدم على الفروة بشكل رئيسي. اذا كان يحتوي على مواد طبية ومثل زيت اكليل الجبل او مواد علاجية من الشامبوهات الطبية او نيزرال يحتوي على كيتوكناز وغيرها، نحطها على فروة الرأس مدة 5 دقائق مع تدليك خفيف او في فرشاة الشعر. اما لو كان شامبوهات بس تجارية هنا ممكن تحطون على الشعر مجرد دقيقة دقيقتين ونغسل. ودائما ننصح بعد الشامبو نستخدم بلسم، لانه بلسم يعمل على ترطيب الشعر وشامبو يجفف الشعر، فالاثنين مع بعض يكون الشعر صحي وناعم افضل من استخدام الشامبو لحال. ودائما نقول شامبو مرتين في الاسبوع كحد اقصى وليس بشكل يومي. هذه باختصار عن انواع الشامبوهات سواء الطبيه او حتى التجاريه، بحيث اذا رحتم الصيدليه تقدرون تختارون ما يناسبكم. اتمنى اني وفقت بهذا الفيديو بحيث اعطيتكم معلومه كيف تختارون الشامبو المناسب لكم وعن الشامبوهات الموجوده في الصيدليه. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه اذا كنتم جدد، اكتبوا لي في التعليقات عن مواضيع تحبون نطرحها لكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. اشوفكم على خير، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.